أطيب ريحة الخبز. عشو لا تاكلوا خبز كمان؟ مو معقول هالشي. خدي. خير يا حلو؟ بعرف زعلانة لأنك روحتي فرصة حياتك يا روحي، بس أنتي عن شو عم تحكي فتون؟ أنا شكلي عم أحكي على الفاضي، ها؟ مو معقول عقلك مانو معك. قصدي أنك زعلانة مشان قصة المطعم ومزعوجة. مزعوجة نورمان؟ أنتي شو رح تعملي؟ لتكون مخبية ذهب ونحن ما منعرف. مزعوجة بس؟ والله هالصفنة وراها شيء أكبر. أي نوع من الصفنات بتحبيه أنتي؟ صدقتك، شو أنا ما بعرفك؟ عم تحطي إكسسوار وعم تضبطي أمورك. إذا ما كان فريد عم يتأخر ليطلع من البيت بسبب هالشي وهاللبس الحلو، أنا ما بكون فتون. ليش ليتأخر فتون؟ نظام العبيد ورجعه من جديد وصار يطبقوا علي. ليكي فتون؟ هاتي. مو شايفتيها إلى ساعة عم بتزبط بشعراتها؟ إيه طبعاً، حتى الفستان شيك والإكسسوار يلي ملبق عليه كتير ظابط. تعبانة عليه مو هيك؟ بدكن تضلوا عم تحكوا علي وأنا قاعدة معكن؟ ما في هيك شي. صح الفستان حلو بس لبسته صدفة، وأنه يصير بيني وبينه شي مستحيل. أنتوا التنتين عم تطلعوا ومو مصدقين هالحكي مو هيك؟ من وين ما أجيتيها لهالعلاقة بتلاقيها مستحيلة. هاد الزلمة حط العقد بوشي وطلب مني أنه أعطيه 100,000 تعويضات وخلاني أرجع مجبورة على الشغل. العلاقات ما بتصير بهالطريقة هي. الزلمة ملياردير، معناها في بيني وبينه فروقات كتيرة وشي طبيعي إنها ما تزبط. وأنتوا لهلا وت 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 لا تطلعوا ببعضكن هيك وفكروا بحالكم وخلوني أفطر وأطلع وأنا رايقة. صباح الخير. صباح النور. شو وين الملاحظات تبعي؟ قامتن اللي بتنظف. ايه تقيمن. لا تزعل، عندي وراء كتير بكتب غيرن. حتى إذا عندك موعد وخايف أنك تنساه خبرني مشان سجل لك يا. اللي حبيت المعكرونة؟ كترت لها ريحان لأني بعرفك بتحبه كتير. لاحظت هالشي. فريد بيك، إذا كنت عم تشتكي مني أو ما عجبك شغلي فيك تقلعني من هون وأنت مرتاح، وأنا ما رح أزعل منك. أنت عم تحاولي تخليني قلعك مو هيك؟ خير، في مادة بالعقد بتمنع هالشي كمان؟ يعني موجودة مادة بهاد العقد بتقول ما بيصير الطباخة تجبرني على تقليعة من الشغل من عندي أبداً؟ وإذا عملت هيك مجبورة تدفع لي 100,000 ليرة تعويضات؟ حاكم، أنت موثق كل شي بحياتك بعقود رسمية مشان الضمانة، لأنه هالشي لازم حتى مع بياع اللحمة والبقال لازم تعمل عقود لتضمنهم، ومع القطة بالجنينة بركي حاولت تهرب منك مثلاً. الكل مجبورين يدفعوا لك تعويضات بس القطة أكيد ما رح تدفع لك. الاتفاقيات بتعطي أكبر ثقة بالشغل نازلي، لأن إذا كان معك اتفاقية قوية ما رح تخسري أبداً. شو كاتب؟ لسه انت ما بتعرفي مع مين ممكن ترقصي. مو مشكلة، بلشت اتعلم ارقص. صحيح عزيز، نحن قلنا زمان ما قعدنا مع بعض وحكينا مثل اي اخ واخت، صح كلامي؟ بس دائماً بحس إنه نحن قراب من بعض، وإنت متأكد وبتعرف كتير منيح إنه مكانتك عندي كتير كبيرة، مزبوط؟ مزبوط. يسلم هالإيدين. ليك عزيز، أنا حابة أحكي معك بموضوع كتير مهم. بتعرف إنه شركة بوصلة هي شركة العيلة، وأنا بصراحة حابة إنه يكون إلي مهمة ومكانة بهالشركة كوني من العيلة. فكرت وقلت لحالي بما إنه كرسي زينب خانم شاغر من شهور وحاطين وكيل ليمشي الشغل يلي كانت تعمله، ليش مو أنا اللي مشي هالشغل واستلم هالمنصب؟ شو رأيك عزيز؟ موافق ولا لا؟
اختي لا تتدخلي بأعمال الشركة أبداً. عزيز، أنا ما عم بطلب منك شي ما فيك تعمله، بدي منك تنضم للاجتماع وتصوت لي على طلبي، هذا كل المطلوب منك. أصلاً أنا رح أضغط عليهم لحتى يستعجلوا بالاجتماع. أنا ما عم بحكي عن إدارة مالية أو شي من هاد، أنا بدي أكون مديرة العلاقات العامة مو أكتر. أنا ما بحضر هيك اجتماعات بالشركة، بالعادة فريد هو يلي بيحكي باسمي. أنا برأيي إنك فيك تاخد قراراتك لحالك لحتى تثبت إنك موجود بعالم الأعمال، يعني ما في لزوم تبقى بظل فريد وغيره. ماني تحت ظله ولا شي ديما، يعني هاي المواضيع ما بتهمني مو أكتر من هيك. ليك أخي يا روحي، أنت بتعرف إنه أنا وياك اللي بقينا من هالعيلة، لهيك نحن لازم نتمسك ببعض أكتر من أي وقت، وكرمال أختك رجع فكر بهالموضوع لو سمحت. مع إني مو موافق على تصرفاتك بنوب، بوعدك فكر. شكراً لإلك، لكن اتفقنا. ايه قال نازلي رجعت لعند فريد. مجبورة. في بند تعويض بالعقد بقيمة 100,000، وإذا ما دفعت مجبورة تشتغل. نحن عن جد صار لازم نخاف من فريد، يعني مو معقول في حدا بيحط تعويضات على الطباخة يلي عنده، والله ما سمعت بهالشي من قبل. أنا رح أدفع التعويض طبعاً إذا قبلت نازلي، وأنا بشجعك على هالشي. اقبال خانم، وصلتي للشيف هزار اماني؟ وصلت، بس هو هلا برات البلد يا فريد بيك، بس انا دبرت لك 3-4 طباخين محترفين، بس ناطره خبر منكم. طيب ما في لزوم، انا رح اتصرف. طيب. يلا نازلي، ما بقي غير القليل، فكري بشكله لما يرجع لهون ويشوف هالمنظر. رح يروق كثير من هذا التغيير. سماع الاسطوانات مو شي سهل، بدك تتعذب شوي لحتى تسمعون. وانت لا تطلع فيني، انا ماني مبسوطة من هذا الوضع، ابنك اللي بلش بالاول، وجعني ظهري من تعتير الاغراض. ايه اتصلت بوقتك. نعم فريد بيك. مرحبا نازلي، كيف الوضع؟ عادي، أنا حبيت ساوي شوية تغييرات بالبيت، ويمكن ما تلاحظ هالشي. بدي منك طلب صغير. يعني محتمل ما لبيك، بس شو هو؟ المساء عازم ضيوفي الإيطاليين على اليخت، وحابب أقدم لهم شي بيض وشي قدامهم. فيكي تهتمي بهالشي؟ هاي مو شغلتي فريد بيك، أنا مسؤولة هون عن الطبخ وبس، أنا مالي علاقة بأكل الشغل تبعك، ولا هو من مهامي بنوب. غير هيك ما بظن انه في بنود محطوطه بالعقد بتجبرني اعمل هذا الشيء، وانا معك، لهيك رح ادفع لك بشكل خاص لهي المهمه. ما فيك تضحك علي بالمصاري. 5,000 منيح نازلي؟ 5,000؟ خلص خليهم 10. معقول بدك اكثر؟ بالنهايه انا قلبي مانو حجر، طالما بموقف صعب خلص رح ساعدك. انا بعثت لك شوفير مشان ياخذك على السوق، جيبي اللي بدك اياه وتعي على اليخت. دقيقه بس، كيف عرفت اني رح وافق على الموضوع؟ الو نازلي خانم، انا جاهز، نحن فينا نطلع امتى ما بدك. رح نطلع دغري، خلصت شغلي. You've got to be a brat.
içindetinde patlayan bir yanarda sönmez durdunca bıçak kadar keskin bir şey var içimde nefesimizi bile kestim. ألو نازلي؟ مرحبا عزيز، أنا اتصلت فيك مشان قصة دفع التعويضات اللي حكينا فيها مبارح، وعم قول بلاها أحسن. طيب خليهن دين على المدى الطويل، وبس تفتح المطعم يلي بتحلمي فيه وقتها بتعطيني المبلغ كله، وين المشكلة؟ ايه بصير، بس بصراحة ما بدي فوت حالي بقصة الديون. الأيام عم تمرق بسرعة، أنا رح ضل أشتغل عند فريد بيك. انت مانك مجبوره تساوي هيك شيء. الحقيقه ماني متضايقه لهالدرجه كمان، يعني بالنهايه انا بحب اطبخ، حتى اني هلا جيت على المينا مشان اطبخ لضيوف فريد بيك الاجانب على اليخت. لضيوفه الاجانب من وين؟ هن من ايطاليا، وقال لي انه عازمهم على اليخت. ليكني وصلت، رح سكر منحكي بعدين. ايه اهلين نازلي. اهلين فريد بيك، قديش في معنا وقت؟ الضيوف بيوصلوا بعد نص ساعه، ولازم ناكل بعد ما يجوا بساعه بالكثير. طيب معناها خليني روح جهز. على شو ناوية؟ أنا رح أعمل لهم سوشي. طيب ممتاز، يلا تفضلي. هاتي إيدك. شكراً كتير إلك سعيد على هالدعوة اللطيفة هاي. لا العفو. واليوم أنا رتبت حالي كتير بس كرمال كون قريبة من مستواك. لوين رح نروح؟ اليوم عم فكر غير شوي، يعني على شي مكان بتعرفيه أنت من يلي دائماً بتروح عليه، توست وجاج وهيك شغلات. أنت اختاري المحل لحتى نروح عليه. أنا اختار المحل؟ ما بعرف شو بدي أحكي. خدنا على مكان من اختيارك سعيد، يكون كلاس يعني. بتصدقي أنه مليت من هالمحلات؟ اليوم خلينا نعمل شيء مختلف، إذا بتاخدينا على مكان أنت بتعرفيه منتسلى أكتر. يعني هيك قولتك؟ صراحة ما خطر لي ولا مكان. اقترح علينا شيء محل طارق. لا تغشي فتون، أنا بدي مكان من اختيارك أنت. شيء حلو بدون غش. طيب منروح، ورح أخدك على محل كتير طيب. تمام طارق، أنت روح دغري وأنا بدلك على المحل. عن جد أنا كتير متشوق لحتى أكل من هالأكل الطيب. رح تدعيلي. صحة وعوافي. شكراً نازلي. استمتعنا كثيراً في مدينة إسطنبول. المدينة تفوق الخيال. صحيح، أعتقد أن هذه الاتفاقية ستكون أساساً لصداقة طويلة، ويشرفني وجودكم. شكراً. شكراً لك. ونحن نتشرف بك. السوشي لذيذ جداً، هي حضرت؟ ممكن أن نتعرف عليها؟ نعم أكيد، أنسة نازلي، ممكن تجي شوي؟ طبعاً. حابين يتعرف عليك، هذه الشيف نازلي التي حضرت لكم السوشي اللذيذ. شكراً لك يا أنسة، السوشي لذيذ، أنا أشكرك من قلبي. شكراً لك نازلي، السوشي عجبان، هي طباختي الخاصة وأنا لا أستغني عنها أبداً. عن جد بيطيلي وشي. إيه بس هلأ. كيف يعني؟ لأني ما رح ضل عندك على طول، رح أفتح مطعم خاص بالمستقبل، وحكينا أنه هاد أكبر أحلامي، مو متذكر؟ إنها طباخة موهوبة جداً وبنت جميلة أيضاً. سيد فريد، أنا أحسدك على ذلك. فيني روح؟ إيه طبعاً فيك تروحي، ما في مشكلة. كأنه قال لك شي غير لك لونه. جهزتي الحلو؟ ما الحلو مجهزته. فعلا رائعة. شكرا كتير إلك. أنا مو آكل،
ولا مرة هون، هيك بيعملوها هن؟ دو طعمتها بتاخد العقل، غريبة عليك ما؟ يمكن هيك، ايه عن جد، يعني خبز وبطاطا ما في شي غيره. كأنها عجبتك؟ ولا ما عجبتك بصراحة أقول؟ لا روعة، يعني هاي مثالية بالنسبة للي بيحبوها سادة، بس لو حطوا كاتشب أو مايونيز رح تصير أسطورية. مزبوط، يعني مثل الحياة مرات بتكون بتملل كتير، بس بيجي رفيق مقرب مثل الكاتشب الحلو وبلون حياتك بطعمته. يا رفيق مثل المايونيز يلي بيذكرك بماضيك وبيخليك تضحك شوي، أو وحدة تحبها بطعم الخردل تخلي طعم حياتك مختلف. شو رأيك؟ بس لازم ندير بالنا من الخردل لأنه في حد وفي حد أكتر. بظن لازم الواحد ما يندم لما يكون عم يمنح حياته لون وطعم. مزبوط سعيد، فهمني أنت ليش كترت خردل؟ ما بينفع تكتر منه. لا تخافي ما بصير شي. لو سمحت لا تاكلها لأنه حد كتير مانك متعود عليه، هلأ رح يطلع الحد من أدنيك. لا فتون ما بصير شي، كرمالي لا تاكل منه بنور. روقي شو صار معك؟ طيب لا تاكل أكتر من هيك، خلص حاجتك، نجحت بهذا الاختبار. أكلت الساندويشة كرمالي وهي أول مرة بتاكلها هون، ومع هيك أنت نجحت بهالاختبار، أخذت علامة كاملة 100%. فتون أنا بستمتع لما بكون معك وكتير بنبسط، بحس حالي كتير مرتاح. غير هيك أنت حلوة كتير. قصدك تقول إنك معجب فيني؟ إيه هذا يلي بدي أقوله. شو رأيك؟ وأنا نفس الموضوع. شو رأيك هلأ نشرب شاي؟ شاي؟ إيه منشرب، بس ليش شاي؟ فهميني فتون. يعني هيك بالعادة بيقولوا بترتيبات الزواج لما بينجذبوا اثنين لبعض، بيقولوا خلينا نشرب شاي ومنه منتعرف أكتر. يعني هلأ أنت ولا مرة شفت هيك شي؟ لا طبعاً لا. وقال أنا عم أسأله. فتون نشرب شاي، يعني شو ما بدك منشرب كمان، المهم نتعرف على بعض منيح. موافقة. تعرفي صار جاييني شي 100 رسالة من الشركة وشكله في شي مهم، خلينا نمشي لشوف شو فيه وبعدين منكمل تعرفنا على بعض، ممكن؟ ايه اكيد طبعا ممكن، نحن رح نصير نلتقي على طول. اكيد انا رح اقول لطارق يوصلك. طيب هون الحساب ما بيجيبوه على الطاولة ما هيك؟ لا الدفع عينيك. معناها لأقوم ادفع. يلا. طيب أنا بدي روح، يلا باي. نازلي عدي خلينا نحكي شوي. فريد بيك تأخرت ولازم روح. طيب بتروحي بس هلأ خلينا نحكي شوي. بيضتي وشي اليوم، أنت تعبتي كتير أنا بتشكرك. لا بنوب شغلتي وبستمتع فيها، بكفيني إنه حبوا الأكل. السيد فالنتينو قال لي إني محظوظ كتير لأنه في عندي بالبيت شيف موهوبة مثلك. إيه بس منيح إنه السيد فالنتينو ما بيعرف أنت شو عم تساوي معي. نازلي بالفترة الأخيرة توترنا زيادة، وما بدي يصير أي شيء وترني من جديد اليوم ونوصل لطريق مسدود. من اليوم ورايح خلينا ننهي هالحرب لأنه لازم نحكي،
يعني إذا تشاركنا بكل شيء بدون ما نخبي شيء عن بعضنا برأيي ما رح يكون في مشاكل، لأنه اللي شايفه. شو شايف؟ عم تفكري بالموضوع، يعني مليتي من كل هالغموض هاد والأسرار والخناقات اللي ما في إلهم داعي وتعبت منه. بدي اياكي تكوني صريحة معي على طول، لأنه أنا إذا ما كنت عم أفهم رح فكر بشكل مو حلو. بدي كل شيء واضح. وهلأ ما بدك تقليلي ليش استقلتي؟ وليش لا؟ فريد تفضل. خير سعيد، ليه جاي لهون؟ والله مو خير، اتصلت فيك كذا مرة ما وصلت لك فاضطريت اجي. ديما طلبت اجتماع مستعجل للمساهمين. معناها خليني امشي وانتو خدوا راحتكم. يلا باي. مع السلامة، بعدين بشوفك. ايدك يا خالو. بتشكرك. وليش هالاجتماع؟ ما بعرف. كتير حلو. خير شو صاير؟ ضحكتك على وشك ما شاء الله. طارق أنا مبسوطة، عندي أخبار بتاخد العقل. شو صار؟ إيه لقيتي شغل مو؟ لا طارق، أصلاً أنا ما في عندي شغل. احكي. أنا وسعيد قررنا نصير حبيبين. لا لك شو عم بيصير؟ بعتذر منك، عفوا. عادي ولا يهمك. سمعت شو قلت؟ ايه سمعت، صرتي حبيبة سعيد بيك. يعني هلأ تصلح كل شيء. نحن فتحنا صفحة جديدة بحياتنا سوا ورح نكتب قصتنا الجديدة على الصفحة هاي. والله صرت عم أحكي مثل أي شاعرة مخضرمة، مو هيك؟ ايه مزبوط، حلو، غير شكل. ماني عارفان شو بدي أحكي الحقيقة. خلص عرفت شو بدي أقول. الله يتمم لكم على خير. أهم شي بتقوله طارق آمين. خير؟ شو هالشي المستعجل؟ الشي المستعجل إنه بدنا تصويت على طلب ديما بمنصب مديرة العلاقات العامة هون. ليش لنصوت على شيء نحن عارفانين نتيجته من قبل؟ الظاهر ملوا مرة ثانية وجايين يلعبوا معنا هون، شو نعمل؟ فريد بيك وسعيد بيك هنن اللي أسهمون أكتر، ومنشان هيك أنتوا للأسف ما رح تقدروا تحصلوا على أي شيء. فريد بيك فينا ننهي الاجتماع إذا بدك. طيب وشو منشان أسهم أخي عزيز؟ عزيز ما بيشارك بالاجتماعات وأنا بمثله، أنت بتعرفي هالشي هاد. فينا نتأكد من هالشي؟ يعني بجوز حابب يحضر. تأخرت عليكم، بعتذر. لا جيت بالوقت المناسب عزيز، وهلأ كنا رح نبلش بالتصويت. أنا عندي علم بطلب أختي لهذا المنصب وبرأيي إنه مناسب كتير، بعدين نحن شركة بتدير عيلة مو شخص واحد. عزيز هذا الموضوع بده تفكير شوي. لا ما في إله لزوم، وأنا هلأ رح صوت عليه. إيه منيح، أصلاً عنا مادة واحدة للتصويت، ما رح نطول. هلأ المحامين بيجهزوا الوراق حسب النتائج، بيضل علينا نوقع وبس. هلأ الشيء اللي رح نصوت عليه طلب تعيين ديما خانم اعتباراً من هاليوم مديرة مكتب العلاقات العامة بشركة بوسطة القابضة. مين موافق على هالشيء؟ حبيبتي تمت الموافقة. حبيبة القلب أنا بهنيكي من كل قلبي وبتمنى لك النجاح بمنصبك. شكرا كثير يا روحي. انت أنا صار لازم أمشي، بعدين بوقع. بالإذن. موفقين. الله معك.
صح الاجتماع كان قصير بس كان مثمر كتير ونحل الموضوع. ولا خلونا نقوم. ها اقبال خانو، بدي اسألك سؤال. اذا قلنا 48% وضفنا لهم 24 قدي صاروا؟ هلأ ما بدي تجاوبيني، بعدين. لهلأ ما عم صدق انه انا صرت حبيبته لسعيد وحكينا واتفقنا سوا. نازلي انا صرت امن بالنهايات السعيدة. فتون، وانا كنت متأكدة انكم لبعض انتي وسعيد. يا روحي انتي بتستاهلي اللي احسن منه. انا من ناحيتي ما كنت بصدق ليش الكذب. عن جد محظوظه انتي نورمان، رجعتي تحكي معي بهالطريقه البايخه. بعدين حبيبتي انا وسعيد شخصين بنمتلك طاقه براد بيت وانجلينا جولي، وهالشي واضح كتير. هنن براد جيلينا ونحن سعيد فتون. او فتو سعيد، هذا اقصر واحلى من يلي قبله. او الاميره ديانا والاميره تشارلز، المهم انه نبقى زوجين وما نفترق. ايه وانا هيك كنت عم اقول كمان. بس الامير هجر لديانا وهي ماتت، للاسف ما في شي بيكمل للاخر. قولي بعيد الشر يا بنت. اه نازلي نزعتي لي المناكير، هيك بدك تخليني احطهم من الاول. خرسي وقصري لسانك. اخ منك نورمان. ومين بيعرف اصلا زواج الاحلام مانو حقيقي؟ انتي وسعيد اجتمعتوا مع بعض رغم كل شي فتون، تحديتوا العادات وتقبلتوا بعضكن وما تصنعتوا بشي، ورح تعيشوا حياة سعيدة وتنبسطوا فيها. والله حركتي لي مشاعري، ولو ما بستحي كنت انفجرت بالبكي يا نازلي. بكرة لما نتزوج بتقبلي توقفي معي وتكوني شاهدة؟ شوفي يا حلوة، لتقدري تتزوجي فوراً انسي الأفلام الأمريكية الرومانسية والكوميدية، ووقتها بشهد على كتب كتابكن. طيب خلص اتفقنا. ايه اختي قولي لنا شو طبختي لنا اليوم. شو طبخت؟ بتخيل هي الشغله ما انا شغلتك. يعني فريد بيك جهز ضيافه لضيوفه الايطاليين يلي عزمهم على اليخت هيك بايديه؟ مو معقول. عم يقولوا انه في شيف خاص حضرت لهم الاكل. قلتي على اليخت؟ انا مو مصدقه بنوب نازلي، مقطتيها مع رجال ايطاليين حلوين ورجال تركي جذاب بمكان ما فيك تهربي منه، وفوق هيك ما بدك تحكي. شو صار احكي؟ كل الرجال الايطاليين شخصيات، عن جد اشتهيتكن معي هنيك. بس انا اهتميت بالعدد مو بالشكل، يعني كم شخص واذا رح اتعذب بالشغل وبالتحضير وتقديم الاكل واذا رح يعجبهم. بتعرفي شغله؟ عن جد سعيد بجنن، اجا وانقذني بالوقت المناسب. فريد سالني سؤال محرج كتير، ولما نويت وقلت رح اجاوب عليه اجا سعيد واخذ فريد على الاجتماع. بتمنى تشكريه بالنيابه عني. طيب تكرمي، برافو عليك حبيبي. قلت حبيبي. ايه قلتي حبيبي. تفضل. دائما كان أبي يقول إنك رح تصير موسيقار، بس أبي كان يقلي العكس. ما كانك بالشركة تعا بكرة وأنا قل له بدي صير موسيقار، يقلي عيب ما بصير هيك، بتموت من الجوع. ما خلصت الغنية؟ بظن خلصت. أنا عندي فضول، امتى رح نسمعها؟ ليجي وقتها. معناها عم تستنى شي؟ مزبوط حكيك، التوقيت بهيك قصص كتير مهم. خير، وشو هذا اللي ناطره؟ ليروق الجو أكتر، لأنه الوضع معقد شوي. حتى بالشركة عم تتعقد الأمور، عم ننطعم من مكان ما لنا متوقعينه. قصدك ديما؟ اختي معها حق بطلبها لهالمنصب، وأنا عملت اللي علي.
وهنن عم يخدعوك. انتبه منهم. ما خدعوني بنوب، هاد حق الطبيعي لأختي. هن عم يفكروا بحالهم مو أكتر، هن عم يحاولوا يتغلغلوا بالشركة مثل الجراثيم، عم يحاولوا يخدعوك ويسحبوك لصفهم. عزيز ليك، انت ما رح تعرف ألاعيبهم، بس أنا عم حذرك، ضروري تحط مسافة بيناتكم. ديما بتكون أختي، يعني مثل ما زينب أختك بالضبط. ما فيك تطلب مني بعد عن أختي، غير هيك من وين جايب كل هالقوة؟ يعني مو معقول تضل أنت عم تعلمني شو بدي أعمل فريد. أنا مو ولد صغير. أنت أمانة أمير عندي، أنا مهمتي إنه أحميك. مو بحاجتك، ما بدي حدا يقرب علي، ماني بحاجة حدا يحميني، بقدر أحمي حالي. أنت التفت لشغلك وأنا بشغلي. عزيز ما عم تفهم، هدول عم يحاولوا يفرقوا بيناتنا لحتى يعملوا فتنة بيني وبينك. هاي خطة من راكان، شو ما عم تشوف؟ لو ما كان في شي عن جد ما كان حاول راكان انه يوقع بيناتنا ابدا. شو بتقصد بهالحكي؟ في شي مشكلة بيني وبينك؟ اللي شو فرقنا عن قبل؟ انت بدك تدير حياة الناس غصبا عنهم. ايه انت هاد يلي عم تعمله، بدك كل يلي حواليك يعيشوا ضمن القوانين يلي انت حطيتهم. انت مجنون، وانت مدير شركة كبيرة، غني كتير وقوي، بس يمكن ما ناك ملاحظ انه هالقوة سيطرت عليك وعم تحاول تدير حياة الناس وحتى عم تظلمهم. عزيز لا تقول شي رح تندم عليه. ليك ما بدك تعطي اختي يلي طلبته. ليش؟ لانك عم تقول انا قوي. نازلة تستقيل وبدها تروح، انت بتجبرها ترجع لعندك. ليش؟ لانك قوي. انت بدك تتحكم بحياة الناس بالقوة فريد أصلاً، وأنا ما بقبل هالشي. مستحيل تتحكم فيه. تأخرت كتير، طلع راكان موقع بيناتنا. بكرة منلتقي باليخت، لأن في شي كتير مهم وبدي أحكي معك. صباح الخير. جاية بكير؟ مشان ارجع بكير، على الاغلب ما في حدا ولهيك عم تنظف. ما اي انا بستمتع بهالموضوع. كأنك بتحب البحر؟ بحبه. وانت؟ انا مو كتير، لانه علاقتنا سيئة. بكل السنة اسبوع واحد بروح اذا قدرت روح، واذا المي باردة ما بنزل ابدا. وشايف انا ما فيني اتشمس، يعني عطلتي بتمر وانا عم استمتع بالفي. اذا بدك تستمتعي بالبحر لازم تطلعي باليخت. أكيد أنا معك بهالشي،
في يخت 40 متر بس بيناتنا ها، إذا قدرنا نتفق باخده على البازار رح نشوف. لا ما في داعي لهالكبر كله، في شغلات أصغر وأرخص. هلا نحن كنا من زمان نبحر أنا وأبي للجزر. لتصيد أنت وياه؟ طبعا لحتى نصيد. أنا ما بحب صيد السمك، يعني تستنى ساعات وأنت ناطر ويمكن بعد كل هالتعب ما تصطاد غير سمكة واحدة. بس هون المتعة، بتتسلي كتير وبتسمعي موسيقى بين ما تصيدي. وانت متعود على هالشي ما؟ بأول يوم رحت فيه مع أبي لنصيد سوا، وقتها رمينا السنارات وقعدنا وبلش أبي الخبير يصطاد فيهم شي كبير وشي صغير وأنا عم اتفرج عليه. المهم هلأ ضليت استنى كتير لحتى صارت سنارتي تتحرك وكان في سمكة ليفريك. هاي كانت أول سمكة بصطادها. طالع بابا الإبرة ورجع السمكة على البحر. ها ليش بقى؟ وأنا سألت أفهم بابا ليش عملت هيك؟ طلع في عادة بالصيد إنه لازم يرجع الصياد أول سمكة بيصطادها على البحر. يعني اللي ضليت استناها ساعات اختفت قدام عيوني وراحت بالمي وراح مع كل هالتعب. حبيت الفكرة، برأيي هالتقليد حلو كتير. بعدين قال لي أبي إنه في قاعدة بالبحر تريك السمكة هي اللي تختارك. صح إنه أنت تركت السمكة حرة بس إذا بدها هي بترجع لعندك. فريد بيك شو عم يعمل العقد اللي بيننا هون؟ أنت حرة من اليوم والعقد شقيته. هلأ هيك مشان هالموضوع أنا ما عاد بدي أجبرك، كل شي بإيدك أنت، تركي أمتى ما بدك، قرار إليك. أنا بشكرك. أنا اللي بشكرك نازلي على كل شي.